عامله له المعامله. في انه مصنفه بتطلعي؟ خامس. شوفي السادس والسابع. اذا ما لقيتيهم رجعي للاول والثاني والثالث. مو على راسي مش غدير. نعم ست غدير خانم، شو اللي بدك اياه مني؟ ما بتعرفي تقولي صباح الخير؟ وحده مثلي ما بيبقى لا انا صبح عليها. وليش يا بعدي؟ حبيبه قلبي ما تواخذيني من سيريا 2005. شو اللي بدك اياه مني؟ ايه شو عليه؟ تفضلي. هي احاله مرضيه موقعه من حضره المديره للجنه فحص الموظفين حتى يفحصوكي ويتاكدوا من مرضك. ايه بسيطه يا ست ماجده نظمي. لا شوف اخر تمعك ديما. قلتك عندنا بسوريا ليش ما بيعملوا مسابقات انتخاب من سوريا؟ ليش شو حبيبتي ناويه تشتركي بالمسابقه؟ انا ما بيطلع لي بعرف حالي، بس في كتير صبايا غيري حلوات بحبوا يشتركوا بهيك مسابقات. أيوه. ما هيك انسه غدير؟ اشتغلي اشتغلي بلا علاك مصدي اصلا بيغيروا من جمالي.